والله ايه شنو اليوم؟ هلا بالخميس. هلا بالخميس؟ الونيس. هل تقصد نعم اقصد طبعاً. ترى انا فهمتها على طول. مخيل نحن شو بنعمل؟ ما وصل برشلونة بنحطه بالخميس يوم العام كان برشلونة يعني زيزو كان متعود كل واحد بالدور يعني وكان دائما يمشي مبكر يوم الخميس. اليوم مالك اشوفه مستانس مالك رجاء لا التزام بالمحاور يا جماعه المفروض ما تقول الوني. سؤال انا حطيت اليوروبا ليج ضمن المحاور ما حطيته ضمن المحاور ابو عبد الله رجاء ليش العام كنت تحط لا بس يعني لا 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 ان شاء الله مع مانشستر برشلونه قاعد كنت تحطهم يا ابو عبد الله مو يمدحون ما يصير وين العداله يا ابو عبد الله عندنا محاور اهم دوري ابطال اوروبا اهم اي ابطال اوروبا حلو زين ايش حق هذا اليوروب ليج ما له دور لا ان شاء الله اذا بدا شو اسمه يوروبا ليج منو فيه؟ لا يعني غير الفرق اللي تعتبر كبيره مثل ليفربول تعتبر نزلوا برشلونه ما في حد ارسنال صار له 100 سنه تو راد العالم راحوا لحظه والأسوأ من هيك انه مالك بكل فخر لابس قميص عليه شعار ليفربول ومبسوط هذا الجرد يا جماعه خلونا جرد بالاتفاق الاتفاق هذا دعم الاتفاق بس حتى جرد هدكم ما يبي يدرب